أنا اسمي الحقيقي ناضل جرجيس يوسف، كنت أخدم بالجيش العراقي، وكنت يعني واحد من أحسن الضباط بالجيش العراقي. فخدمت بالجيش وأنا ما كنت حزبي في حزب البعث، بس من إجا صدام الأمور اختلفت، هزمت من العراق. اختاريت أمريكا لأنه أكثر قرايبي هنا كانوا موجودين. خدمت من 84 إلى نهاية 96، ومن رحنا الكوسوفا أنا كنت رائد بالجيش الأمريكي، ولأنه رحت الكوسوفا وبقيت 4 أشهر، فهاي ساعدتني أترفع أصير مقدم بالجيش الأمريكي. بعدين رحت للعراق هم ساعدتني أنه أكون عقيد كامل بالجيش الأمريكي. شعور مختلط، مثلا أنا رايح الوطني داع أما أحرره أو أحتله. أكو أطفال عراقيين يقمزون قدامي، أطفال صغار خطير ومتعلمين كلمة مستر، يقول لي مستر مستر، أقول له شنو؟ هو تعجب يقول لي تحكي عربي؟ قلت له إيه، يعني أنا عراقي. قال لي مستر ما حد كان يقدر يحررنا لو الله لو الجيش الأمريكي. أول مرة من رحت كنت خلينا نقول مجبر أروح، لأنه أنا واحد من الأمريكان. بس ثاني مرة رحت أني كمتطوع. فمن رحت ثاني مرة كنت المستشار السياسي والعسكري لقائد قوات الائتلاف اللي هو جنرال كيسي. بس أنا كنت يعني أريد أخدم بعد أكثر وياهم، فأخذت الفلوس واشتريت كلينيك، والحمد لله هسه عندي 3 مستشفيات بيطرية، وأشغل أمريكي وأبطل أمريكي وأنا عراقي. الرسالة اللي يعني أريد أقولها للعراقيين وللأمريكان، وماكو فرق يعني بالنسبة لي أمريكي أو عراقي، الرسالة هو إنه أنت من تقعد من الصبح إيش تقدر تقدم إلى بلدك، إلى الجيران مالك؟ الفلوس هي مو كل شيء بالدنيا، يوم انت تكون مليونير ويوم تكون مفلس، لكن اشتغل واشتغل باخلاص، ساعد جيرانك، ساعد صديقك. ماكو اطيب انه دماغك يكون صافي وانت دا تساعد شخص اخر، هاي احسن شيء انه تقدمه انت.